اخويا الله يهديك اخويا، واش ما عرفتينيش انا شكون؟ واش كتسولني انا واش تكمي كازا واش تكمي ماربور واش تكمي ماركيز؟ انا راني بنت بوكريشه، راه ما كنكمي غا ماربور الفوق. واش ما عرفتيش راسك مع من كتسول فيا؟ واش باغا تشربي؟ واش باغا؟ انا بدا ليا بماربورو هي الاولى، حط لي الباكيه ديال ماربورو فوق الطابله، وعاد سير عمر لي شي رويز ديال الشيشه، يكون ديال لوف ولا يكون ديال النعناع وداكشي القاصح، وكتسول فيا بحال ما عرفنيش شكون انا. انا راه هي العاقه الكبيره، انا بنت بوكريشه واجرك على الله اييه، وجداتي هي امي مشنيتيكا مساله كي دايره زعما خايبه هذه تسولوا فيا اش تشربي اش ديري؟ بنت بوكريشه وشلل بها فمك، اه اكبر ديوتي في العالم، انا اللي مشيت فسدت وانا اللي كتحديت وانا اللي ما عندي شرف، كتسولني واش تكمي واش تربي؟ ماربور الله يخليك، ماربور اغلى ما كاين حطوا لي اليوم، اغلى ما كاين. صدق الحق صدق الحق صدق الحق. شو الكواليس اللي كنت نقول لكم عليها؟ عقلتوا باش تعرفوا راه عندنا المصداقيه. 10 ايام هذه وانا كنقول لكم لعقلتوا المشاهدين، ديما كنلوح لكم مود باس وكنقول لكم قراو ما بين السطور، قراو ما بين السطور راه كاين الكواليس المكولسه والقضيه فيها فيديوهات، وعاد خلي الخيانه الزوجيه، وعاد خلي نصيفط البنات ونتاجر بالبنات، القضيه كبيره وكبيره بزاف. الحمد لله الطرف الاخر راه مصرحوا بشي معلومات اليوم ديال القضيه ديال الفيديو ديال خليك دايما ديال قر، لا ماشي قر اليوم قر بوحدها، هذيك قر بوحدها. باقي ما سلمتش عليكم. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واتم الصحه والعافيه لنتوما للناس الاعزاء عليكم. كنتمنى الميمات الخوت الخواتات الله يكديو لكم وتهلاو فيا بالبارطاج والتعاليق الزوينه، الله يخليكم ليا تاشفوا بالراس. كما قلت لكم اخوتي الاعزاء كاينين فيديوهات في الكواليس، احنا ما نقدروش نخرجوا هذه الفيديوهات، شحال واحد كيقول لي حط حط حط، احنا ما نقدروش نحطوا هذا الشيء، لان هذا الشيء اخوتي راكم عارفين خاص غير ملي ندوزو لينا والشكايات وداك الشيء، شي حاجه اللي غدرني ما تبغيوهاش ليا نتوما، شي حاجه اللي غدرنا وتأذينا ما نحطوهاش. انا ما تسالوني غنبشركم بالجديد واشنو كاين. عقلتوا ما السيمانه دابا كنقول لكم راه كاين كواليس وكاين فيديوهات ديال العاقه، وشرت لكم ديال الفيديو ديال لاكار ديال مكناس، هذاك ديال مكناس فيه خر قر خر قر الكتريك، هذاك ديال مكناس، وديال شي بلاصه اخرى فيه لعيبه ديال الحمد لله خرجوا شي وحدين من الطرف ديالهم معاهم في المجموعه وصرحوا بهذا الشيء، ولا شي كيهدد شي شي شاد على شي، وعاد القضيه كبيره وتعرفوا شنو كاين في الكواليس، هذه هي الطامه الكبرى، الطامه الكبرى والكارثه العظمى، واللي كنتمنى يا ربي كنتمنى ما تكونش هذه، كنتمنى ما تكونش هذه، حيت الا كانت هذه راه علامه الساعه. هذا الشيء كيروج في الكواليس، ما يروج في الكواليس غادي نقول لكم اليوم اللي هو امر خطير بصراحه. البنت اللي قالت لكم انا مزوجه ومحصنه وما تهضروش عليا راني مرات الراجل، اي وي 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 واش واحد يجبدني راني مرات الراجل. السيده الماسون سريعه سريعه رجعت للخدمه ديالها القديمه سريعه، هادشي كنقول لكم ما يروجوا في الكواليس اللي نيض عليه الصداع والحرب العالميه ما بغينش يخرج. سريعه رجعت للعاده ديالها القديمه، الخدمه ديالها الاولى، راكم عارف الخدمه ديالها الاولى شنو هي، خدمه الصالون، يجي من الطاكسي يهز هادي، ويجي من الكونغو يهز هادي، ويجي من المرسيدس يهز هادي، والسريعه خدامه في لاكيس كتخلص. هادشي ما يروجوا في الكواليس على ان السريعه كتاجر بالبنت الكبيره. كنتمنى هادشي ما يكونش، اقسم بالله الا كنتمنى هادشي ما يكونش، لان الا كان هادشي راه بزاف راه ستاج الوحش. والسريعه ماشي غريب على هادشي، السريعه ماشي غريب على هادشي لان عندها سوابق في هادشي. والمشكله حتى راه شوفوا راه كاين شي حوايج مشكله، لكن هادشي غتكون متابعات العسره، بما انك مزوجه ولا حصلوا شي فيديوهات بحال هادي راه غتورطي غتمشي فانيشه من الخيانه الزوجيه. وكنظن كنظن على ان الام توصلات بهادشي سعاد، ولا سمعتي الخبر ان سعاد فايت لها ولمحات لهادشي، لمحات سعاد القضيه باش قالت ليها زهير غادي يتابعك في الخيانه الزوجيه، كارثه عظمى. هادشي ولاو هاد الناس منكر، هاد الناس مشاو بعيد، وهادشي انا كان في اخباري نكذب عليكم،
ولكن ما نقدرش نصرح بها خوتي، ما نقدرش انا نقول شي حاجه اللي غتضرني وتاديني. كنقول لكم كاينين شي حوايج في الكواليس اللي غادي يصدموكم مازال في الملف ديال مكريشه. ما وقفش غير عند زين المحارم، شي حوايج كثار، شي حوايج تطورات، شي فيديوهات، شي مقاطع، شي شاد على شي فلوس صحيحه كاينه في الكواليس. المهم اخوتي، يا ناموسة، يا ناموسة تبعتيهم على التوقة كحلة، عقلتي تابعة من السعاد، قا قا قا، الدجاجة كحلة، شوف يا سعاد يوم خرجي وتقرعي، ديري، الله ياخذ حقي، خلي ياخذ حقك، كما قلت لكم، هذا الشيء وصل القنوات، هذا هو المشكلة الكبيرة، شوفوا، ربي بعد مرات كيبغي يفضح الإنسان اللي كيكون غادي في واحد الطريق خايبة، وغادي في المنكر، وغادي في هذاك الشيء اللي غضب الله سبحانه وتعالى. والانسان اللي عاق ربي كيفضحو. انت دابا تغايتي وتجبرتي، دابا ولا شي كيفضح شي، الحمد لله قال لك ما شافهمش ما كيسرقو، شافهم ما كيفرقو. والفيديوهات راه وصلوا للناس، هذا هو المشكل، فيديوهات وصلوا الكواليس. دابا شوفي واخا تخرجي وتبغي تبرد على قلبك، حياتي انا ندير فيها ما بغيت، انا وليت 18 عام، راك مزوجة، راك محسوبة مزوجة، ولو مزوجة غير في الوراق غير باش تخرجي من السجن، راه محسوبه عليك مزوجه، راه حرام هادشي اللي كديري فيها بنت، يا بنت الخراز حيانا الله تعالى نشوفو بنت الخراز. هي قال لك يا بنت الخريريز با كان عاد درويش، با كان يكسب عا 50 درهم، تاتي ولدك تاتي تطلع الماربورو، هاي 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 ماربورو ما كوا حتى شلاغميه، طابت بكريشه تاتي شلاق مك عاد ديال الكميان. هادشي اللي يا رجل الكواليس نايضه، نايضة ديال بصح، والأمور كما قلت لكم الله يحفظ صافي. هذه فينك السريعة؟ السريعة، مامي مامي، فينك أميمة شنيتيكا اللي كتضرقي وتخيطي وتفصلي؟ فينك أميمة؟ خرجي وضحي هادشي للناس، فضيحة ديالكم، الشوهة ديالكم، العار اللي جبتو لهاد العائلة، قالت لك البنات مربيين أحسن تربية، مربيين على العهر ديالك أودي السريعة، دمرتيهم وخرجتي عليهم ومازال زايدة لي فيهم. علاش كنقول علم الله بنتك بنت صغيرة شادن عليها هذيك، هذيك علم الله شادن عليها شعاد بنت. شوفوا العاقة الكبيرة كان شحال هذي، انا عارفة شحال هذي والله قسم بالله، الناس شي ناس تلاقيت معاهم شحال هذي، وسمعت من فمهم ان بنت بوكريشة الكبيرة دارت داكشي قدامهم. انا ما بغيتش نصرح بداكشي، قلت صافي حياتها الخاصة هذي بالله يعاونها، وكانوا شي قنوات تصرحوا بها. ومؤخرا قلت لكم كاين فيديو غير الانسان اللي كان مبلي بشي حاجه يتستر، شي واحد مبلي بشي حاجه، انت كمؤثره ولا كاين شي وحده عارفه راسك عندك قناه في يوتيوب متبعينك الناس، خاصك تبارطاجي الحوايج زوينين. وكاين بلايص اماكن ديال داكشي، ماشي في المكان عمومي وديري داكشي قدام الناس، اختي مني مبلي ولا سيري تستري، استري روحك، تيمشي هو زايده في الفضايح وزايده في المنكر وغاده في العصيان، سيري اتقي الله، اذا ابتليتو فاستتيرو، تي غاده وشاده خر ما خر خر ما خر في العالم. ناويتي بنت بوتين تي باك وكا بوتين، يا باك مسكين كان ميكساب ما يعلم، تدارت رقعات وسعاد وردات حاجه وشان، وجدتي قالت لك تعلق فين تفلقت، انا قالت لك لا خليوني، اي 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 واتي شفارك هادشي اللي دايره تي بنت بوكريش، انا عمري ما درته، انا كبر منك ما عمري ما دوزت اللي دوزتي انت دابا، الله يعطيك بنت بوكريش العذاب. ايوا شوف اخوتي، شوف هاد الاسره المشوهه، هاد الاسره الملعونه، والله الا اسره ملعونه نيت سخط ربي غيفضحك. هاما دابا شوفي الناس اللي كنتي معاهم شهدوا فيك، الناس اللي كنتي معاهم هما اللي شهدوا فيك، وكاين الفيديوهات ديالك كلشي واصل، سريعه اخبارها كلشي سريعه، كتقبقب من القضيه ديال التجاره في البشر، الشيء اللي تبسط عليك هذه وزد ديال السريعه، وها وجهي ها وجهك، خاصك شويه وتشويه شوي حيه ودير السريع على كنتي كتهضر بالبنت فعلا. هادشي كيروج في الكواليس وانتم ما باغينش هادشي يخرج، عرفتي باش تكوني كتهضري في البنت كتصيفطيها وتخلصي. المهم تعلموا ها ودي يا ودي الصباح راه الفلفله قلت لك حالت معاك انتيا، مازال ودي السريعه مازال ذنوب ديال الشريفيه الادريسيه زين السميه نور عينيه، الله يخليك ليا مازال غيبين فيكم ربي العلامه، وقد ما طال لي لابد ما يطلع النهار، ربي نهار على نهار كتزيدوا تفضحوا، ونهار على نهار كتزيدوا تعريو، وحنا غنتشفاو فيكم كما تشفيتو في سعاد. هذا اخوتي ولا فيديو
كنتمنى تدعموني باللايكات والتعاليق ديالكم الزوينين والبارطاج، وتسناو الفيديو ان شاء الله المقبل. باي باي عليكم.